يا صباح الخيرات، مساء الخيرات، أينما كنتم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. يعني أولا بمناسبة مولد سيدي الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن، وكمان يعني الفطر، وقريبا عيد القيام وشم النسيم في مصر. سلمى, we lost your audio. We can't hear you anymore. Can you try to speak again? When you started to introduce yourself, this is when we lost you. We still can't hear you. It might be because we still can't hear you. I think it's because of the earphones, but I'm not sure. No, we can't hear you still. بديك to, I don't know, log off and log in again. In the meantime, كده أحسن؟ oh, هلا مش الحال. Yes, brilliant. هل كده سمعتوني؟ Yes. Yes, we can hear you now. هل كده تسمعوني أحسن؟ أوكي. طيب، مع الأسف أنا اضطريت أستغنى عن الإير بيسز، فسامحوني لو في حواليا شوية دوشة. أولا سعيدة جدا، أنا اسمي سلمى حسين، باحثة، و يعني كان ليا الشرف أن أكون ليا دور في المشروع اللي إحنا حنشره النهاردة. أولا كل سنة وأنتم طيبين. أعتقد أنه العيد حاجة كانت أساسية. أنا كموظفة أصيلة شخصيا في العيد استفدت من عرض الكحك بالتقسيط على 6 شهور وتخنت كيلو. المهم إن أنتوا كمان تكونوا، أتمنى تكونوا قضيتوا أجازة لطيفة، مش بس عشان ما أكونش الوحيدة يعني اللي هدوم الصيف ضاقت عليها، لكن علشان هنقلب نكد دلوقتي حالا، هنتكلم عن أزمات. النهاردة بنتكلم عن أزمات متكررة في الاقتصاد المصري، وبنحلل برضو بشكل علمي لعلاجات متكررة. ويمكن السؤال اللي في ذهننا هيكون هو إذا كررنا نفس العلاجات مرة بعد مرة بعد مرة، هل هنحصل في لحظة ما على نتائج مختلفة؟ نتكلم عن علاج للتضخم، نتكلم على علاج لانكشاف الأمان الغذائي والجوع، بنتكلم عن علاج نقص البراح المالي، وخاصة البراح المالي الموجه للتعليم والصحة. الحقيقة إن مبادرة الإصلاح العربي ونساء من أجل عدالة مصر بدأوا المشروع البحثي ده من 2 سنين كمحاولة لتقييم الوضع الحالي وللتنبؤ بمستقبل السياسات العامة في مصر، بغرض فتح النقاش حول سياسات بديلة وإصلاحات عاجلة. النهاردة اليوم بنستعرض الإنتاج البحثي الجديد ضمن تلك المبادرة، وده بمناسبة بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخاصة في إطار المظلة اللي بتتيحها الاجتماعات، وهي منتدى سياسات المجتمع المدني اللي بدأ بالأمس، وبيجتمع خلاله عدد كبير من منظمات وحركات غير حكومية لتضع العدالة الاجتماعية والبيئية وقضايا المرأة في قلب النقاش حول سياسات بديلة أكثر عدالة. مبادرة الإصلاح ونساء من أجل العدالة كانوا حاضرين السنة اللي فاتت في اجتماعات الخريف في مراكش بنفسهم. النهاردة الاجتماع اجتماع موازي، لكن يمكنكم في كل الأحوال الاطلاع على الأبحاث اللي نشرت سابقا على موقع المبادرة، وكمان الأبحاث الحالية اللي هنناقشها النهاردة موجودة بالفعل على نفس الموقع.
فإذا الجولة الجديدة من الأبحاث بتقع في الإطار ده، تتزامن مع برنامج جديد أو نقول رابع مع صندوق النقد الدولي في مصر. فعلى سبيل المثال، في حين سبق عمل العديد من الدراسات عن السياسات المالية اللي بيشجع عليها الصندوق وأحيانا بيفرضها، إلا إن قليلا ما تناقش السياسات النقدية، وبتعني هنا بشكل أساسي سياسة سعر الصرف وسياسة علاج التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة. ودي سياسات بيضعها الصندوق كشرط مسبق للقرض، والحقيقة إنه هي سياسات غير ديمقراطية، ما بتخضعش لأي نقاش عام ولا عبر البرلمان زي السياسات المالية، على الرغم من إنه ليها آثار اجتماعية عميقة. برضو لعل الصندوق عادة ما لا يقرن أو لا نتكلم عنه كثيرا حين نتكلم عن السياسات العامة المتعلقة بالغذاء والجوع. والورقة بتاعتنا النهاردة اللي هنناقشها هتكون بتبحث في تلك العلاقة بين الجوع وبين سياسات صندوق النقد الدولي. وأخيرا بتبحث الورقة الثالثة عن أي تحسن في الإنفاق الاجتماعي بعد أن وضع الصندوق سياسته للحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، حتى لا تتأثر عملية النمو وعملية تكافؤ الفرص من جراء إجراءات الانضباط المالي اللي بيطالب بها الصندوق. وأخيرا المهمة الصعبة هتكون لضيفة النقاش مايا شويري، عشان تعمل وهي من الصندوق، صندوق النقد الدولي، علشان تتناقش في الأوراق الثلاثة، في الأفكار الثلاثة، وطبعا لو عندها مداخلة خاصة يكون رائع. مش عايزة أعرف بس يعني أحب أعرف بسرعة الثلاثة الباحثين. ريم عبد الحليم هنبدأ بيها، هي خبيرة اقتصادية متخصصة في شؤون السياسات العامة ومكافحة الفقر، شغلت مجموعة مناصب ترتبط بالعمل التنموي سواء في قطاع خاص دولي أو في مؤسسات بحثية مصرية وعالمية، وهي حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد في مجال التنمية المكافحة الفقر. يليها محمد رمضان، باحث في الاقتصاد حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية بخبرة تزيد عن 8 سنوات في العمل على القضايا الاجتماعية والفقر والاقتصاد السياسي للحوكمة في مصر. ساهم الحقيقة في كتاب مهم اسمه عيش مر، الاقتصاد السياسي لسيادة الغذاء. وأخيرا يوسف شرف، وهو زميل دكتوراه في جامعة باريس بونتيون سوربون، وهناك من هناك كمان حصل على الماجستير، ويعمل كمحاضر مساعد في جامعة القاهرة، له خبرة في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط والسوسيولوجيا السياسية لكبار الموظفين العموميين، وعمل كاستشاري في وباحث في عدة مؤسسات بما في ذلك اليونيسيف ووزارة المالية بمصر. ترتيب الجلسة هقوله سريعا وأدي الميكروفون لريم. كل حد من العروض هيستغرق 10 دقايق، وبعدين هسألهم سؤال مشترك لكل واحد يجاوب في دقيقتين، وأخيرا سؤال كمان في دقيقتين ثلاثة لكل متحدث عن التوصيات والبدائل، وأخيرا مداخلة وتعقيب من مايا، وهتكون في خلال 15 20 دقيقة، وبعد كده نفتح الأسئلة للجمهور، وهتكون متاحة عبر ال Q&A box، أسئلة يعني المكان المخصص لكتابة الأسئلة، وأنا هقراها ولكل يعني وحدي بعد كده فرصة لكل من المتحدثين الأربعة إنه يرد على ما يرى من الأسئلة أو لو ليه تعقيبات نهائية. بشكركم وبسرعة نبدأ في جلستنا. تفضلي يا ريم. ريم، انت ميوتد عزيزتي، ما سمعناك من اول ما ابتديتي. شكرا سلمى، شكرا جزيلا على الفرصة، وشكرا لأنك شريكة في كتابة الورقة محل النقاش، وشريكة عظيمة وأستاذة كمان عظيمة، يعني فأشكرك بشدة، وشكرا مبادرة الإصلاح العربي والنساء من أجل العدالة من أجل هذه الفرصة، وشكرا لصندوق النقد الدولي على وجوده في الاجتماع معنا النهاردة على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
انا هطلب بس من مبادرات الاصلاح العربي الدعم الفني انه يفتح البرزنتيشن معايا. الورقه اللي بنناقشها النهارده هي عن هي شيرد كده. Not yet, Hussein. اوكي Do you have it already set up? yes one second please. اوكي Okay, sure. الورقة محل النقاش، ممكن أدي حسين 1 second مش مشكلة. طيب خليني على ما حسين يفتحها. الورقة محل النقاش بالأساس هي شكرا بعنوان كيف تعم الفائدة، لكي تعم الفائدة بشكل عام. قصدنا بهذا العنوان، هو عنوان لطيف قصدنا به، أنا أراه ذلك يعني من اختيار سلمى، هو قصدنا به لكي تعم الفائدة على الشرائح الاجتماعية المختلفة كذلك، يعني جزء كبير من العنوان، وإزاي نتفادى عيوب التضخم وضعف قيمة العملة المحلية. الورقة بتركز أكتر على السياسة النقدية، وبتركز على موضوع، هي مكونة من جزئين. هي الجزء الأول بتناقش في مصر بين اتفاقيتي الصندوق من 16 ل 23، ثم الاتفاقية الجديدة من آخر 23 ل 2024، كيف كانت مصر وكيف تكون بين الاتفاقيتين، وبتنتقل من رؤيتها أو من هذا الإطار للفرق بين الاتفاقيتين إلى وضع السياسة النقدية، بتاخد زوم إن لوضع السياسة النقدية وعلاقتها وتشابكها مع السياسة المالية، ولكن من زاوية السياسة النقدية وتأثير ذلك على العدالة الاجتماعية من خلال قنوات مختلفة. نتفضل. هو في الـ احنا شايفين، حاولنا نناقش الفرق بين مرحلتين اساسيتين، هي مرحله مصر في مفاوضات صندوق 2016 ومرحله مصر في مفاوضات صندوق 2023. من 2016 ل 2023 تدخلت مجموعه من الاجراءات المولده للتضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف اللي نتجت عن برنامج الاول بشكل مباشر لصندوق النقد الدولي. هو التعويم اللي حصل في سنة 2016 ل 2016 2017 مع رفع أسعار الطاقة للمستهلكين، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى ارتفاع التضخم، وكمان أدى إلى إنه الحكومة عايزة تجيب فلوس بشكل سريع، فاعتمدت على قروض قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة كمصدر للعملة الأجنبية. ثم قناة أخرى من قنوات التضخم كانت التعويم نفسه وأثره على عبء سداد الدين وعلى الموازنة العامة للدولة، لأنه طبعا التعويم في حد ذاته تفاقم، لأن الموازنة العامة للدولة ما هي إلا بالانس شيت، فأدى التعويم إلى تفاقم عجز الموازنة لمدة عامين متتاليين، مع على ما ابتدت الحكومة تركز في إن هي تعمل، ترجع برضو على سياسات صندوق النقد وتعمل التقشف اللي هو تقشف، سياسات تقشفية، ولكن كان تقشف انتقائي لأنه كان أكثر تأثيرا على الاستثمار وعلى نفقات التشغيل، لأنه في بنود في الموازنة العامة للدولة ما بنقدرش نلمسها زي سياسات الأجور أو زي دفع مدفوعات الفايدة في حد ذاتها، وأقساط الدين اللي كانت بتتفاقم وبتأكل النهاردة أكتر حوالي 38% من الموازنة العامة للدولة. فالسؤال اللي كان مهم جدا ان احنا نبتدي نسأله في الورقة هو كيف كان أثر تحرير سعر الصرف، وهل كان بالصدمة على 3 مرات على التوالي؟ للأسف تحرير سعر الصرف كان في كل مرة أعلن فيها الصندوق إن هو هيكون تدريجي، أو أعلن فيها الحكومة إن هنبتدي بتعويم مضار، كان التحرير بيرجع بالصدمة. سواء في مارس 22، أكتوبر 22، مارس 23، كانت 3 تعويمات بالصدمة وبتخفيض حاد في العملة الأجنبية، بيخفض جزء كبير من قيمته. لا معلش يا حسين بالراحة شوية، أنا بحاول لأنه اللي موجود في السلايد أقل من ما أريد أن أقوله، فمعلش. وفي كل مرة كان بيحصل فيه تعويم بالصدمة، وده كان اختيار لكي ننقذ الموقف ونبتدي نضع أرجلنا، أو في وجهة نظر الصندوق كما نراها وفي وجهة نظر الحكومة، إن احنا نبتدي نضع أرجلنا بداية من التعويم، وكأننا لن نحتاج إلى تكراره مرة أخرى.
فكل مرة بنحط ايدينا على اول الطريق ان احنا هنعوّق كأن دي بداية الطريق الاصلاح، ودايما تعلن في اطار انها بداية الاصلاح، ان احنا هنعوّم الجنيه المصري او هنعوّم سعر الصرف، انا اسفة، ثم تبدأ النقود الساخنة في التدفق، ويبدأ الانفراجة المالية تحدث، ويبدأ الانضباط، وتبدأ دخول البضائع من المواني، ويبدأ اللي هي المشكلة الاستيراد، اللي مكون رئيسي من مكوناتنا هو الاستيراد، وكأننا لن نرى وراءه التضخم، وكأننا لن نرى وراءه بعد أن تستفيد الأموال الساخنة وترغب في الخروج، لن نرى بعد ذلك تعويما آخر. وفي كل مرة كان يحدث تعويما آخر ويكون قاسيا ويكون كذلك بالصدمة. نقلب؟ شكرا حسين. طيب، هل احنا ما عندناش السلايد دي بتبين لنا ان احنا عندنا اسباب جوهرية لأزمة الدولار، وان الاسباب دي تصنع ثقبا في الاقتصاد يسرب العملة للخارج؟ ولا نستطيع، ونحن لا نعمل على أي إصلاح هيكلي يحاول القضاء على هذه الأسباب، أو لا نعمل على إصلاحات تحاول تفاديها، سواء هي أسباب داخلية أو أسباب خارجية. زي مثلا في الأسباب سنة 16 كانت الأسباب هي رؤوس، طبعا هروب رؤوس الأموال بسبب عدم الاستقرار السياسي وتضييق المجال السياسي والإعلامي وحوادث طائرة شرم الشيخ وعدم الأنسرتينتي اللي حصلت في ذلك الوقت، وفي 2023 في مجموعة من الأسباب الأخرى كذلك. لكن المهم من السلايد دي هي إن دايما عندنا أسباب هيكلية بتدفع بالعملة الأجنبية للخارج، وبتدفع في وقت ما بيختاروا أصحاب رؤوس الأموال الساخنة للخروج من البلد، مع عدم وجود رصانة في الاقتصاد تحمينا من تكرار ذلك مرات ومرات ومرات، ولا نرى في اتفاقيات الصندوق ما يدفع نحو المزيد من الرسالة. تفضل يا حسين. الجزء الثاني هو انه الدفع دائما بان السياسة النقدية التشددية والسياسة المالية التشددية سوف تكون حماية او سوف تكون علاجا ضد التضخم. ولكن احنا عندنا كوست بوت انفليشن، فعلشان كده ومتبين من الجراف اللي احنا شايفينه تحت ان عمر ما كانت السياسة النقدية التشددية قادرة على ان هي تؤتي ثمارها في الحد من التضخم في الحالة المصرية. يعني في وقت ما كان بيحصل زيادات في سعر الفايدة بتوصل لثلاث واربع نقاط، التضخم كان بيوصل ل 40% و40.2%، وما كانش في علاقة واضحة بين اختيارات البنك المركزي والحكومة برفع سعر الفايدة وتأثير ذلك على التضخم. لأن التضخم عندنا أكتر منه مش ديماند بول، لأنه زي ما هنشوف بعد كده في الجراف إن الاستهلاك كان بيكافح من أجل الاستمرار، لأنه طبعا الاستهلاك في مصر بسبب الفقر واستهلاك كله على السلع الرئيسية زي الغذاء والدواء وما إلى ذلك، ولكن هو والتضخم بقى التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج اللي جايه اصلا من تحرير سعر الصرف هو كوست بوش انفليشن. اتفضل يا استاذ حسين. بقي الاستهلاك العائلي صامدا كما نرى انه يزيد في سنوات كثيره، حاول الاستمرار والنضال من اجل الاستمرار برغم صعوبه الوضع وبرغم اهميه الاستهلاك، محدش ابدا حاول يفكر فيه كاداه للحل. اتفضل. طيب، كما ذكرت فإن سعر الفايدة وارتفاعه لم يكن أبدا كافيا لمعالجة التضخم، بل بالعكس زاد عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت كان المتغير الخفي الذي يزيد دائما ويرفع التضخم بقدر ما ويرفع كذلك العبء على الموازنة هو الماني سبلاي. الماني سبلاي كان بيزيد زيادات كما نرى في الجراف مرعبة مرعبة، ويصمت عنه الكثيرون. نقلب. طيب، انا هنا اديت اوفر فيو لما حدث بين اتفاقين في صندوق، طبعا الورقه يعني ثقيله، مش قادره اقول ثريه عشان ما نبقاش بنشكر في ورقه قليله، لو هوصفها بانها شغل سلمى فهقول انها ثريه للغايه، مليئه دسمه جدا، فما قدرناش نحطها كلها في السلايدز، فادعوكم جميعا لقراءتها. لكن هنا كانت السلايدز اللي حاولنا نعملها ان هي الرسائل الانتقائيه من الورقه، فهندخل من الوصف العام
اللي حصل يوصف بس جزء مما هو موجود في الورقة للسياسة المالية والنقدية وأثرها الاجتماعي. أولاً، إحنا كما رأينا الصندوق والحكومة شافوا سعر الفايدة على إن هو أداة لمكافحة التضخم، في حين ما حدث في الواقع أنه لم يكافح التضخم، ولكنه أصبح في حد ذاته أداة لإعادة توزيع الدخل، لأن هو حماية جزئية على الأقل لأموال المدخرين في البنوك ضد قدر من التضخم، مش كل التضخم. بينما ما توفرتش الحماية دي للأفقر الذين لا يجدون أموالا ليدخرونها في القطاع المصرفي، فهم تحملوا وحدهم العبء الأضخم أو الجزء الأكبر من التضخم، هي الفئات التي لا تحمل أي مدخرات. من ناحية ثانية، وهذه القنوات التي نشرحها في هذا الجزء هي القنوات التي تناولتها الأدبيات، وإن كانت أدبيات هامة يعني تشير لها الدراسات على أهميتها، لكنها أدبيات نادرة للغاية التي تتناول العلاقة بين السياسة النقدية والعدالة الاجتماعية، لأن السياسة النقدية دائما بتعامل كأنها تابو، ما حدش يقدر يتكلم مع البنك المركزي، البنك المركزي لا يشارك قراراته، البنك المركزي يتعامل فقط مع البنوك، ولكن السياسة النقدية كذلك مثل السياسة المالية لها تأثير على الفقراء. فكما رأينا سعر الفايدة له تأثير في العدالة، وطبعا للأسف احنا ما عندناش بيانات كافية، لأنه طبعا بحث الدخل والإنفاق في مصر معطل من سنة 2020، فإن وجود بيانات علشان بحث الدخل والإنفاق دي شيء في غاية الأهمية، فأدعو المسؤولين لو في حد حاضر معانا إن احنا ننطلق في إطلاق بحث الدخل والإنفاق مرة أخرى حتى نستطيع رؤية تأثيرات انخفاض سعر الصرف المتتالية على الفقر. من ناحية تانية، كما ذكرت، القناة الأولى هي إنه إعادة توزيع الدخل كان حماية لأموال بعض أموال المدخرين. الجزء الثاني إن ارتفاع أسعار باب الفوائد نفسه في الموازنة العامة للدولة أدى إلى التآكل البراح المالي المتاح للاستثمار والمتاح للأوبريشنال كوستس أو اللي هي النفقات التشغيل، وكذلك والأهم المتاح للدعم. يعني بنلاقي مثلا انه سعر الفايده كل مثلا والتعويم معاه، يعني كل كنا حسبنا في الورقه طلع مثلا ان كل جنيه زياده في التعويم بيعادل تآكل بما يعادل 40 جنيه من نفقات، او كان في حسبه في الورقه من نفقات مجموعات اخرى من الانفاق في الموازنه العامه للدوله. اتفضل يا حسين. فعلشان كده انا تركنا العرض بلا توصيات، وان كانت الورقه فيها توصيات، لكن احنا هنا بنثير اسئله للنقاش اكتر منها. هل نجحت اتفاقيات البنك والصندوق في اخراج مصر من الازمات الاقتصاديه المتتاليه؟ وهل لن نرى ازمات اقتصاديه جديده في المستقبل بنفس الشكل وبنفس البدايه وبنفس النهايه؟ هل يتوقع الصندوق وهل نتوقع نحن كباحثين او كمسؤولين ذلك؟ متى تطلق مصر مسح الدخل والإنفاق الجديد؟ ده سؤال. كيف في محدودية البيانات التي نعيشها ندرس الأسئلة المتعددة حول الحماية العدالة الاجتماعية وتأثير السياسة النقدية عليها؟ وماذا نتصور في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالأموال الساخنة، خاصة ما تقوم به تركيا في المنطقة من رفع شديد لأسعار الفائدة؟ السستينابيليتي اللي هيعيشها سعر الصرف قد إيه الفترة الجاية؟ كل دي أسئلة بنطرحها للنقاش. أنا ال10 دقايق بتوعي خلصوا والتزمت بيهم بشدة، فشكرا يا سلمى، ولو في أي خطوة تانية شكرا شكرا جزيلا. يا ريم، شكرا، شكرا جدا. طيب السؤال التاني اللي هو كمان لا يقل أهمية هيجاوب لنا عليه محمد رمضان زميلنا، وهو عن مسألة الجوع والأمن الغذائي، إزاي أثرت الحقب المختلفة من التضخم ومن السياسات الزراعية في تعرض المصريين للحقيقة ظاهرة متنامية من انعدام الغذاء، الأمان الغذائي. تفضل. مساء الخير، شكرا على الويبينار الظريف ده، يعني المفروض يكون أكثر فائدة بوجود ناس أو وجود أشخاص يعني هيقدموا وجهة النظر الأخرى من الصندوق.
وأعتقد ده شيء مهم للنقاش دائما يعني حوالين الحلول اللي بيطرحها الصندوق والحلول اللي بتطبقها الحكومة وغيره. الحقيقة بس أنا بحاول أشير الورقة، بس ممكن دقيقة واحدة بس. شايفين مشكلة؟ محمد بقترح طيب ننقل ليوسف، وانت لو تقدر اه تبعت ماشي، البرزنتيشن لأري يبقى رائع، اوكي ونتحول ليوسف. معلش يا يوسف، دخول مفاجئ. لا ما فيش مشكلة، بس أنا مش مشكلة خالص. طيب أنا ثانية بس بالظبط هعمل شير سكرين، شوف ما تبصش عندي برضو. طيب ظهر لحضراتكم كده؟ اه ظاهر كده، اوكي اوكي تمام. اوكي طيب يعني اولا عايز اشكرك يا سلمى جدا، وعايز اجدد شكري لمبادره الاصلاح العربي ولنسام من اجل العداله علشان لتنظيم هذا الويبينار يعني، وطبعا بشكر كل الحضور واكيد دكتور مايا، وهكمل برضو كلامي كده زي زمايلي برضو كده، البرزنتيشن هكملها بالعربي، ولو في مصطلحات كده ممكن ابعيد ترجمتها مصطلحات فنيه يعني. فطيب يعني هي الورقه طبعا اللي تم انتاجها ونشرها هي ورقه سياسات بتناقش في الاساس التقلص المستمر في الانفاق الاجتماعي في مصر، وتحديدا الانفاق على التعليم الاساسي والصحه في ضوء السياسات التقشفيه اللي انتهجتها الحكومه المصريه خلال العقد الماضي كجزء من التزاماتها بتدابير الانضباط المالي وشروط قروض المؤسسات الماليه الدوليه وتحديدا صندوق النقد الدولي، وازاي ده بدوره فاقم ازمه تدهور الخدمات العامه الرئيسيه في مصر، مما يضع عبئا باهظ التكلفه على الاسر وتحديدا الاسر الاكثر فقرا يعني. وبالتالي حتى وان كانت ورقه سياساتيه، الهدف يظل انتاج معرفي مش مقيد بالتقنيات فقط الخاصة بالتردي في التعليم والصحة، فإحنا مش بندرسهم في معزل، ولكن بنحاول ناخد في الاعتبار الإطار الأوسع والسياق الزمني من منظور الاقتصاد السياسي للتنمية يعني. وبالتالي نتساءل كيف أدت يعني السياسات العقود من السياسات النيوليبرالية والانسحاب النسبي للدولة من حيث التزاماتها الخاصة بتوفير الخدمات العامة إلى تفاقم أزمة عدم المساواة الاجتماعية. والحقيقة ده قد يكون من أهم حجج الورقة، إنه يعني يبدو واضح لينا خلال العقد الماضي إنه لم يتغير بشكل عميق أنماط الحوكمة الاقتصادية التي سادت لعقود قبل 2011. كان هناك تحسن لا شك فيه في بعض المؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تحسن هاش ومؤقت ونسبي لهيكل الموازنة العامة، ولكن المناخ ده لم يمنع التدابير التقشفية من تفاقم الأزمة التوزيعية القائمة بالفعل، وده اللي شفناه لما ارتفع الفقر في جميع تقريبا في جميع أقاليم مصر، حيث سجلت المناطق الريفية بصعيد مصر أعلى معدلات الفقر في 2018. ده كان جزء من الزيادة اللي حصلت بنسبة 5 نقاط مئوية اللي حصلت على المستوى القومي. فيعني المشكله باختصار انه من اجل التعامل مع التدهور الاقتصادي بعد 2011، لجأت الحكومه المصريه بالترتيب مع المانحين الدوليين لتطبيق نفس التوصيات ونفس الوصفات ونفس الخيارات السياسيه التي ادت الى اندلاع الربيع العربي. وفي السياق ده لكي تتماشى مع الشروط التي فرضتها قروض الصندوق المستمره، سمحت الحكومه لتحولات مهمه منذ 2014 و16، مش بس تحرير سعر الصرف والتبسيط التدريجي لدعم الطاقة، لكن أيضا أنها عملت على خفض الإنفاق العام بشكل حقيقي وليس نقدي، وده هرجع له، على التعليم والصحة، وفي المقابل زودت اعتمادها على رأس المال الخاص.
وده قد يكون يعني مثير للدهشة شوية، لأننا خلال العقد الماضي بنتكلم بشكل أساسي عن الدور المتزايد للقطاع الحكومي وإزاي بيزاحم الاستثمارات الخاصة، وبالتالي تزايدت الانتقادات حول فكرة إن الحكومة أصبحت جهة تنظيمية ومنافسة في نفس الوقت، وده مش بالضرورة غلط بالمناسبة، لأننا ندرك عيوب الجهاز الحكومي. لكن ممكن نقول إن الدولة أعادت رسم اختياراتها بشكل يسمح لها تفضيل قطاعات عن قطاعات، الاستثمار مباشرة في قطاعات رعاية ذات إنتاجية منخفضة، وفي المقابل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات اجتماعية بتمثل عبئا على الموازنة العامة، وده بالضبط ما ورد في وثيقة ملكية الدولة في 2022. وهنا عايز أعيد ذكر كلام سامر سليمان الله يرحمه، اللي قال إن الموازنة العامة هي الوثيقة الكاشفة اللي ممكن من خلالها نشوف أولويات وتوجهات وسياسات الدولة. وبالتالي ده جوهر الورقة، دراسة مالية الدولة أو المالية العامة للدولة، لأنه ده الإطار اللي ممكن يسمح لنا إننا نشوف تأثير السياسات التي أوصى بها صندوق النقد على الإنفاق الاجتماعي. أولا قبل أي شيء، يبدو لينا إن كلا القطاعين سواء قبل أو بعد الربيع العربي يخضعان لمنطق اقتصاد الطلب الفعال، مين راغب وقادر على شراء سلعة أو خدمة. وهذا ليس جديدا بالمناسبة في الفكر النيوليبرالي، يعني اللي من خلاله تحول المواطن إلى مستهلك أو متلقي خدمة، وأصبحت السلعة العامة أو الخدمة العامة خاضعة لديناميكيات السوق. واديت أمثلة في الورقة تجسد هذا الاتجاه، فيعني من المفارقات اللي بنلاقيها في القطاعين مثلا إنه على الرغم من إن مقدم الخدمة الرئيسي ما زال القطاع العام في الرعاية الصحية أو في التعليم قبل الجامعي، إلا أنهم غير قادرين على مواكبة الاتجاهات الديموغرافية، وفي المقابل القطاع الخاص بينمو في ظل زخمه الخاص. يعني لما جينا حسبنا في التعليم معدل النمو السنوي لمدارس القطاع الخاص، لقينا مثلا أنه ما بين 2003 و2011، إن الفترة اللي كنا بنتكلم فيها في إصلاحات اقتصادية ليبرالية وخصخصة، كان فيها متوسط معدل النمو المتوسط يعني 2.8%، وبين 2017 و2023 6.2%، في حين ان مدارس القطاع العام خاصه الابتدائيه اللي فيها كثافات فصول عاليه ونسبه قيد صافي 100% بتعاني بالفعل من العجز الهائل في عدد الفصول وطبعا عدد المدرسين، مما ادى كمان الى ظاهره الفترات الدراسيه في المدارس. وفي حين ده يعني ولت الحكومه في السنوات الأخيرة اهتمام كبير في التوسع في بناء المدارس بمصروفات والممولة دوليا. في الصحة الموضوع مثير للقلق أكتر، يعني لما جينا شوفنا بين 2012 و2019 لقينا أنه انخفض عدد الأسرة في المستشفيات العامة، في حين أنه في الوقت نفسه ارتفع عدد الأسرة والمستشفيات في القطاع الخاص. والمقلق بالنسبه لي مش دي، المقلق بالنسبه لي هو الاعباء اللي بتضاف على الاسر. عندنا في مصر اكتسب الانفاق من الجيب حصه بارزه حوالي 62% من اجمالي نفقات الصحيه، ده في 2018، وده بيخلي كتير من السكان بيواجه مخاطر ماليه عاليه، ومن المرجح ان ينزلقوا الى الفقر، وده حصل بالفعل ان 7% من المصريين فعلا انزلقوا الى الفقر في 2019 في 2000 سوري و17، ده كان اخر بيانات يعني متاحه بالنسبه لنا يعني. وطبعا المعدلات بتختلف كمان من محافظه للتانيه، فبترتفع بشكل كبير في المحافظات الاكثر فقرا واللي بتعاني في الاصل من التغطيه الصحيه المحدوده. وده بيقودني الى اهم سؤال بطرحه النهارده، مين المفروض يتحمل التكلفه اكتر؟ السؤال بالطبع قابل للنقاش، والأمر متروك لاختيار جانب، عرض أو طلب. إذا اخترنا جانب الطلب وهو الجانب الشائع في الخطاب الرسمي والذي يعني بتنتجه المؤسسات المالية الدولية في التقارير وفي التشخيصات، فسنجد بالتأكيد أنه بالنسبة للنقص في القوى العاملة ومشاكل الانخفاض الحاد في جودة الصحة والتعليم، هنلاقي ان العاملين في القطاع الصحي هم الذين يتحملون اللوم بسبب افتقارهم لفكره الاداء الجيد وهجرتهم الى الخارج، كما يقع اللوم على المعلمين لعدم كفاءتهم وخصخصتهم للتعليم. بس النظر الى جانب العرض قد يقودنا الى رؤيه اكثر دقه للامور فيما يتعلق بالانفاق العام
مبسوط. Did we lose Yusuf? I think so. Okay, Yusuf, are you still here? بعدك معنا؟ أسفل المقاطعة، هل أنا بس اللي مش سامعة يوسف؟ لا 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 لا, we have lost him. أوكي. Seems to get that. أعتذر على Some kind of. المشاكل التقنية لكل الحضور. طب بالمناسبة دي أنا بحاول أصلح السماعة، هل سامعيني كده؟ يا يوسف هل عدت لنا؟ سلمى انت سامعاني؟ اه كده بقيت سامعاك، اتفضل. انا للاسف بس اللابتوب فاصل, ما انفصلش, قفل, بس ممكن افتح من فتحت من التليفون. اوكي احنا معاك هنقل تمام، على اللابتوب تاني يعني, بس مفيش مشكلة، اتفضل. معلش اولا كنت اخر بعتذر نقطة بتتكلم فيها. انا بعتذر اولا بس على المشكلة دي. فكنت بتكلم اخر حاجه عن مستويات الاستثمار العام وانها بتتراجع بالقيمه الحقيقيه. ده تقريبا كانت اخر نقطه, مش كده؟ ده يتضح لينا بالطريقه اللي بتحسب بيها الحكومه نفقاتها لكل قطاع, الطريقه اللي بتاخد في الاعتبار عدد من البنود من ضمنها نصيب كل قطاع في اجمالي مدفوعات فوائد الدين, وبالتالي بتخلينا نشوف ان الزيادات النقديه اللي بتحصل كل سنه في مخصصات التعليم والصحه مش بتترجم بالضروره الى ارتفاع حقيقي كنسبه من الانتاج المحلي الاجمالي. معلش ممكن البرزنتيشن البرزنتيشن, طيب انا هحاول ان انا يلا. افتحها من الصفحة كام كنت أستاذ؟ يا لحظة واحدة, أنا يعني لحظة وهفتحها على اللابتوب. خلاص هو فتح. بالظبط, هي كده. بس ممكن بس نرجع كده تمام تمام هنا كده, شكرا. معلش بعتذر تاني. وكنت بقول ان في الاطار ده يعني هتفضل في نظري المشكله الرئيسيه هي استمرار تعرض فاتوره اجور القطاع العام لانخفاض كبير كنسبه من اجمالي الناتج المحلي, واللي طبعا بتحفيز من روشتات الصندوق. اثر ده هو ان المجموعه الاوسع من العاملين اللي هم في قلب الانفاق الاجتماعي, المعلمين, الاطباء, الممرضين, شهدوا انخفاض حاد في دخولهم الحقيقيه من 2015 و16 الى الان دون احتمالات للزياده, وهو ما يقوض بدوره جوده الخدمات اللي بيقدموها. الكلام عن الاجور العامه ممكن يقودنا الى النقطه الثانيه المتعلقه بالانفاق العام, وهو عدم كفاءته أو عدم موائمة الموارد مع الأهداف. المثال الحي هنا هو قطاع التعليم اللي أدى فيه المستوى غير الكافي من الإنفاق إلى تكوين اختلال مزمن في وزارة التربية والتعليم. يعني بيتم استيعاب كل سنة أكثر من 90% من الموازنة في رواتب المعلمين والموظفين دون طبعا أن يترجم ذلك إلى رواتب أعلى للمعلمين تحديدا, وده بدوره بيؤدي إلى استبعاد النفقات المهمة والإنتاجية الأخرى يعني. ذكرت أيضا بعض المعوقات في القطاع الصحي من ضمنها الهدر القائم على الاعتماد على موازنة الأبواب والبنود, ونصحت أن تكون الموازنات المخصصة للمستشفيات العامة مرتبطة بالحجم الفعلي للخدمات المقدمة وتقييمات الجودة وليس بعدد الأسرة المتاحة.
اتكلمت برضو عن المستويات المنخفضة للغاية للصحة الوقائية وإمكانية الاستفادة من إدخال والتوسع في برامج عامة زي الفحص الإلزامي اللي من شأنها تخفيف أعباء الإنفاق عن طريق تجنب المضاعفات المكلفة في المستقبل حتى بعد إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل. النقطة الثالثة هي التوزيع غير المتكافئ وغير العادل سواء للموارد المالية أو غير المالية. تاني، مين بيتحمل التكلفة أكتر؟ البيانات ورتنا ان التوزيع غير العادل قد ابرز التباينات الاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده، يعني فلاحظنا مثلا الاتجاهات دي في قطاع الصحه، ان الانفاق الحكومي مش قادر يضمن وصول خدمه صحيه جيده وميسوره التكلفه، وده مرتبط ارتباط وثيقه بمكان الاقامه. فزي ما قلنا في الاول هنلاقي ان الاسر في المحافظات الاكثر فقرا هي غالبا كلها، وهي طبعا كلها احياء ريفيه ومناطق نائيه، هي اللي ليها أدنى مستوى من استخدام الخدمات الصحية، وبالتالي هي الأكثر معاناة من النتائج الصحية السيئة. فالفكرة مش إني أقول إن الأطباء بيهاجروا وبالتالي ده سبب العجز في الخدمات الصحية في المناطق دي. لا، الفكرة إني أقول إن أولاً هم انخفضت أجورهم بشكل كبير بين 2015 و2021 زي ما كان مبين في الورقة، وإن هناك توزيع غير متناسب للموارد سواء كانت أسرة أو مستشفيات أو عاملين عبر المحافظات، وبالتالي ده بيورينا ان الانفاق الحكومي يحتاج بالضروره الى دعم فكره العداله التوزيعيه، يضخ مزيد من الاموال في المناطق دي وينشر المراكز الطبيه تدريجيا في هذه المناطق اللي هي في امس الحاجه للاستثمارات دي، في امس الحاجه الى قوه عامله واسره وادوات ومستلزمات وغيره. فهي ده الحاجه اللي ممكن تخلينا نحل تدريجيا مشكله نقص المعروض يعني. أسفة لو جدا يوسف، لازم تخلص بسرعة. طيب انا كانت اخر جزء طبعا عندي في المداخله هو الخيارات السياسيه البديله، وده هنتكلم عليه بعدين هنتكلم في عليه بعدين. المناقشه. تمام، شكرا. هيكون في وقت مخصوص للسياسات البديلة. خلاص طيب. تحب تراب اب في نص دقيقة؟ الحاجه بس الوحيده اللي ممكن اقولها قبل ما اختم هي حاجه، انه هو الاعتماد على الصندوق نفسه او الاعتماد على يعني اداره الانفاق الاجتماعي، النهج بتاع الصندوق في اداره الانفاق الاجتماعي او فكره الحدود الفلورز يعني. فالحقيقه ان يعني بس اللي عايز اقوله ان وده اللي وضحته في الورقه، ان النهج ده كان غير قادر على تحقيق اهدافه سواء في مصر او في دول اخرى. وفي مصر نظرا للحلقه المفرغه يعني المتمثله في تدابير التقشف وازمه الديون، لقينا ان النهج ده حتى وان افسح المجال لزيادات نقديه في موازنات التعليم والصحه، لكنه للاسف فشل في تعزيز الانفاق بالقيمه الحقيقيه. شكرا، شكرا جزيلا. طيب محمد رمضان جاهز؟ تمام، يلا. مش مثلا كده. كده ظاهر صح؟ تمام؟ أجل، تفضل. أوكي. طب حقيقة الورقة بتركز على السؤال أو الملمح الأهم يعني للأزمة الاقتصادية المتعلق ب التضخم. في البداية بنحاول كده نشوف يعني طبيعة الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا في مصر، واللي مرتبطة بالأساس يعني من وجهة نظرنا بمدفوعات الديون المرتفعة، واللي جت مع دورة إعادة الاقتراض يعني من 2018 و17، ودورة تسديد بقى الأقساط والفوائد الكبيرة للديون دي في 2021 و2022 و2023. في رأيي إن دي كانت العامل الأهم في تفاقم أزمة في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة الدين يعني. وبالتالي إحنا لو بصينا على الأزمة الحالية حاليا، هي في القلب منها أزمة الدين. طبعا كان في عوامل خارجية كبيرة بتسرع من ده، وتحديدا فيما يتعلق بالتضخم زي الكوفيد واضطرابات سلاسل التوريد اللي جت بعد الكوفيد، و لاحقا التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. لكن الحقيقة إنه كل ده ما كانش العامل الحاسم يعني في مضاعفة التضخم في مصر بقدر الطبيعة الهيكلية للأزمة اللي أدت لتخفيض العملة أكثر من مرة في 22، ولاحقا التخفيض اللي حصل في 24 في مارس 24. من الجراف ده ممكن نشوف
واضح بوضوح يعني الديسكريبنسي اللي حصلت بداية من 21 بين تضخم الغذاء ومعدل التضخم العام. ده يعتبر الملمح الأهم للأزمة، يعني إنه معدل التضخم الغذاء كان أكبر في معظم الأوقات، كان في معظم السنة من أكتوبر 22 كان ضعف معدل التضخم العام، وبالتالي ده ليه تأثير أكبر على الفقراء، لأنه عادة الفقراء بينفقوا نسبة أكبر من دخلهم على الغذاء لما كانش معظم دخلهم يعني. وبالتالي ده كان حتى في تصور الشعبي الأزمة، لأن هي أزمة غلاء يعني، ده شيء مهم جدا في فهم الناس بتبص للأزمة إزاي. ده طبعا جراف بيورينا اتجاهات الأسعار العالمية من 18 لحد 23، هلاقي إن معظم أسعار السلع زادت بالفعل في 22، ولكن بدأت في التراجع بداية من 23، ومع ذلك الأسعار المحلية ليها فضلت ترتفع بفعل تخفيضات سعر السلع. ده يرجعنا للسؤال بتاع إيه نمط الأمن الغذائي اللي قررت الحكومة المصرية تعتمد عليه، مش بس في الأزمة دي ولكن من قبل الأزمة. الحقيقة إن هو نمط مبني بالأساس على التجارة، رغم إن الحكومة بتروج لي أفكار كتيرة حوالين الاكتفاء الذاتي وحول زيادة المساحات المزروعة وحوالين إنتاج القمح بشكل أفضل، لكن الحقيقة إنه ده تبدو كلها مكونات اقتصادية مش بتحقق بشكل كافي على أرض الواقع، وتحديدا في المحاصيل الاستراتيجية أو ما يسمى المحاصيل الاستراتيجية اللي بتقول عليها الحكومة زي القمح والفول والحبوب بشكل عام. ده بالأساس ناتج على إنه الحكومة بتبروموت بشكل ما أو بآخر نمط الزراعة الكبير المبني على الزراعة المكثفة، المبني على استصلاح الأراضي في الصحراء وإعطائها لكبار الشركات للتصدير بشكل أساسي. والحقيقة إنه ده كان فيه مشكلة كبيرة، لأن مصر بتعتمد على النمط ده بشكل ما أو بآخر من نص السبعينات لحد النهاردة، وللصدفة يعني أو مش للصدفة قوي من نص السبعينات لحد النهاردة هنلاقي انه تقريبا ما فيش سنه حققنا فيها اي فائض في الميزان الزراعي. طبعا ده كان جزء منه زيادات السكان وزيادات الاستهلاك، لكن بشكل ما او باخر كان جزء كمان منه هو النمط الزراعي وعدم اختيار التركيبه المحصوليه الافضل لطبيعه الاحتياجات الغذائيه للسكان. ده بالاساس ناتج عن شيء مهم جدا، وهو انه السياسات الزراعيه والسياسات الغذائيه في مصر هما شيئين منفصلين تماما، مفيش أي تنسيق رسمي واضح ولا خطة واضحة للربط بين مستهدفات السياسة الزراعية ومستهدفات السياسة الغذائية. وده غياب التنسيق ده مش بالمعنى الأداتي لغياب التنسيق، لأنه أكيد يعني وزير الزراعة بيقعد مع وزير الصحة وفي مشاريع كتير مشتركة، ولكن غياب الرؤية العامة والشاملة لسؤال الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي من الغذاء. الحقيقه انا مش بقول انه المفروض نسعى كلنا للاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكن بقول انه التركيبه المحصوليه الحاليه في القطاع الزراعي ما بتعبرش عن افضل ما يمكن يعني استغلاله من الموارد في القطاع ده. وعشان كده مصر عندها مشاكل كبيره من قبل الازمه دي في عمليه النفاذ الغذائي، وتحديدا بسبب ارتفاع الاسعار، غير مشاكل مستمره في سلاسل التوريد وفي هدر الطعام ومشاكل مختلفة ومستمرة حتى من قبل الأزمة. وطبعا الارتباط الكبير بين الفقر وبين الغذاء في مصر هو أكثر وضوحا، وبيكون أكثر وضوحا في ظل الأزمات دي، لأنه غالبا مع ارتفاع الأسعار الناس بتضطر تعمل إعادة تقييم وإعادة ترتيب معلش أنا آسفة أولويات. للمقاطعة، هل أنا بس اللي مش سامعة محمد ولا ده شكوى عامة؟ We can hear محمد يا سلمى، قادرين نسمعه. كده تمام؟ We can hear you, we could hear you. I'll اوكي. see سلمى what the matter is. إيه محمد اتفضل، قادرين كمل. نسمعك. اوكي. كمل. آه قادرين. إيه تمام. فبالتالي ممكن يعني بما انها ورقة سياسات نوجز المكونات المهمة في الأمن الغذائي على أنها مرتبطة بالتوفر الغذائي بشكل كامل في الريف والحضر، وده شيء مهم لأنه
غالبا مؤشرات تغذية في الريف في مصر سيئة جدا، على الرغم من إنه الفلاحين دول هم اللي بيقوموا بزراعة معظم المحاصيل، وده لأنه الفقر متركز في الريف بشكل كبير في مصر وفي ضواحي المدن. طبعا حصول الأفراد، جميع أفراد الأسرة، على طعام كافي ده شيء مهم، وده بيخش في قدرة الأفراد دول على، وتحديدا النساء والأطفال، على الوصول للطعام بشكل جيد، وفعالية الاستفادة من الغذاء نفسه، واللي بتبدأ من العمليات المزرعية أو العمليات الحقلية، ولاحقا عمليات المعالجة والتصنيع والتسويق وغيرها، واستدامة النظام ده نفسه بحيث ما يؤثرش عملية إنتاج الغذاء على التربة أو المياه أو غيرها من الموارد الطبيعية. والجزء الخامس، وده شيء مهم جدا في سياق الأزمة، هو الاستقرار الإمدادات الغذائية نفسها، بمعنى استقرار الإمدادات بشكل كمي، واستقرار أسعارها وتناسبها مع القدرة الشرائية لعموم السكان. حاول ألخص شوية اللي احنا بنحاول نقوله في الورقة، يعني هو إنه الحكومة بالتعاون طبعا مع المؤسسات الدولية على رأسها منظمة التجارة والصندوق والبنك الدولي، روجت لنمط من الأمن الغذائي يعتمد على التجارة، وبالتالي كان الفكرة هي زراعة رأسمالية كبيرة موجهة للتصدير، تولد عملة صعبة نقدر من خلالها نستورد احتياجاتنا الأنية الحالية، يعني من الحبوب والقمح تحديدا. ولكن ده مع الوقت ما كانش نمط ناجح، لأنه في النهاية استمرت الفجوة الغذائية دي، وانعكست بشكل كبير جدا على ارتباط كبير بين الأسعار المحلية للغذاء والأسعار العالمية نتيجة الاستيراد المكثف للمكونات الغذائية دي. ده كان بيخلي دايما المواطن المصري يعني عرضة بشكل أكثر هشاشة يعني لأي تأثيرات مرتبطة بزيادة أسعار الغذاء. شفنا ده في 2008 مع الأزمة، في 8 2009 مع الأزمة الغذائية العالمية مع ارتفاع الأسعار، وشفنا ده في 16 مع أزمة التعويم، وشفنا ده في الأزمة الحالية المستمرة بسبب برضه تخفيضات العملة. وبالتالي ده يخلينا محتاجين نعيد شوية التفكير في النمط ده وقدرة النمط ده على الاستدامة، خاصة في ظل الأزمة اللي موجودة دلوقتي مرتبطة بمدفوعات الديون الكبيرة. زي ما قلنا، بعض التوصيات اللي احنا بنفكر إن ممكن تكون جيدة إن احنا نعمل ميتيجيشن لتأثير الأزمة، تأثير أزمة التضخم دي على الفقراء، هو إن احنا محتاجين نعيد معلش التفكير. يا محمد هقطعك، هنعمل سؤال مخصوص عن التوصيات ليكوا انتوا الثلاثة، فخلينا ممكن بس أبدأ بيك السؤال اللي عايزة أسأله للثلاث باحثين. لو اوكي، هتختار فايندينج واحد أو جراف واحد مهم عايز تشرح لنا تتكلم عنه في الورقة بتاعتك، هيكون أنه جراف أو أنه حقيقة؟ الحقيقة أنا هقول يعني شخص هيكلي أكتر، وأقول إن هو الجراف بتاع عجز الميزان الزراعي المستمر. اشرح لنا ليه اخترته واشرح لنا أكتر عنه وعلاقته بصندوق النقد بالذات. هو الحقيقة إن هو شديد الارتباط بسياسات صندوق النقد، لأنه في النهاية سياسات الصندوق بتدفع بيه خطاب يبدو تقني بشكل كبير جدا، وهو ان تخفيضات سعر الصرف من شأنها تحفيز الصادرات. الحقيقه في مصر ما كانش ده الوضع بشكل ما او باخر، لانه الصادرات من الناتج المحلي اعتقد اخر 10 سنين كانت بتقل بشكل ما او باخر، ما قدرتش تتخطى عتبه ال 17% او 18% في السنوات الاخيره مثلا. وبالتالي ففكره تحفيز نمط الإنتاج القائم على خدمة السوق العالمي أو التصدير بشكل عام، والحصول على ده في الاستيراد بس السلع الأساسية اللي بيستهلكها السكان نفسهم، هي تبدو فكرة الحقيقة مش صحيحة خالص في الحالة المصرية، لأنه ببساطة شديدة جدا إحنا كان ممكن نستورد قمح أقل ونستورد حبوب أقل بتغييرات أو بتفكير مختلف في الأمن الغذائي، بتفكير مختلف في التركيب المحصول اللي عندنا.
كان ممكن نزرع قمح اكتر، كان ممكن نقلل استهلاكنا باشكال مختلفه من القمح، لانه في النهايه استهلاك القمح في مصر مرتبط في رايي جدا بالفقر. يعني الناس بتستهلك قمح لانه هو ارخص سلعه يمكن استهلاكها، ولانها زي بيقولوا يعني مواد مالئه قادره توفر قدر كبير من السعرات في باقل تكلفه ممكنه. يعني شكرا يا محمد. يعني في الاطار ده ممكن ازود كمان الزيت، الزيوت، يعني احنا زيوت كمان، بنزرع ذره نصدرها ونستورد زيوت مثلا، يعني زيوت. على يعني ماشي. شكرا جزيلا، ميرسي جدا. طيب يوسف، هطلب منك نفس السؤال، لو في سلايد واحده تحب تعرضها لنا وتشرح لنا ليه هي مهمه بالنسبه لك. انا سلمى هطلب بس ان هو يعني لو يتم العرض بس من عندكم، علشان انا خايف بصراحه من الشاي سكرين يقطع اللابتوب تاني. بس تمام. انا لو عندي اختيار عموما ل يعني للجراف شايفه يكون بيلخص حاجات كتير في الورقه، فهو اكيد نرجع الارمينو. لورا واحدة. واحده واحده، اثنين تقريبا كمان بالظبط. هو انفاق القطاعات، الانفاق على القطاعات. لا لا، هو كم هنطلع لقدام شوية. ايوه كمان كمان، واحدة كمان بالظبط. هو الانفاق على القطاعات كنسبة من الناتج المحلي من 2010 ل 2021. اولا لانه هو فيه يعني منظور يعني لونجيتيودنال كده، يقدر يعكس لنا، بياخد في الاعتبار السياق الزمني، فيقدر يعكس لنا شويه التطور والاتجاهات في الانفاق الاجتماعي او الانفاق على التعليم والصحه والحمايه الاجتماعيه. ونقدر من خلال نبص على يعني لحظات مهمه، لحظات فارقه، يعني سواء بقى بيقولوا عليها يعني تمزق او قطيعه سياسيه معينه 2010 2011 2013، او تيرنينج بوينتس في السياسات العامه المصريه زي 2016. فلما نيجي نبص على دول ممكن نشوف الانفاق الاجتماعي في اولويات الدوله، وممكن نشوف اذا كنا يعني بامكاننا ان احنا نقول اذا فعلا حصل تغييرات في سياسات الدوله وفي اولويات الدوله، ولا في استمراريه. يعني الموضوع فيه استمرارية، فيه تقليص مستمر في الانفاق الاجتماعي. فدي حاجة، السبب الأولاني. السبب الثاني والأهم هو إنه بيورينا الانفاق الحقيقي، يعني بيورينا الموازنات بتاعة القطاعات دي كنسبة من الناتج المحلي، وليس يعني بأرقام تزغلل للعين كده، أرقام نقدية يعني بتورينا يعني احنا ما عندنا اقتصاد كل حاجة. بينمو وبينمو بمعدلات عالية، لكن الحكومة بتختار ما توجهش الموارد المتاحة ليها الزيادة نتيجة النمو إلى الإنفاق الاجتماعي. بالظبط. شكرا، بس تمام، ميرسي جدا. ريم، هنتقل إليكي، لو ممكن تختاري لنا سلايد. أهلا سلمى مرة تانية. ممكن نفتح ال أيوه بالظبط. ممكن أتصور نرجع للي قبله، أو لا ننزل تحت، معلش أنا هختار السلايد بتاعت كمان مرة. لا يبقى نطلع فوق تاني تاني. تمام، هختار السلايد بتاعت يعني هو سلايد وشرحها موجود في جراف تاني كمان، هو الخاص بسعر الفايدة إنه لا يؤثر على التضخم. أهمية السلايد ده بيتهيألي إنه بيضادد الخطاب المستمر حتى في البيان المالي للموازنة العامة للدولة الصادر سنة 23، اللي قال فيه إنه البنك المركزي اختار إنه يرفع سعر الفايدة لمواجهة الضغوط التضخمية، وهو ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة. هو مكتوب كده تقريبا نصا يعني. فأنا أرى إن ده مش، أو إحنا البحث الورقة بتشوف إن ده مش دقيق، لأنه سعر الفايدة لم يكن أبدا أبدا قادرا على كبح جماح التضخم في الحالة المصرية.
وكمان اللي والاختيار التاني هو انه لما كان عجز الموازنه بيزيد، لو الدوله بتستهدف بدقه التضخم اللي بتعلن دايما ان الهدف بتاعه ما يكونش بلس اور ماينس 2 من 7%، وهو عندنا وصل 40 و50%، وكانوا 40 و40 و3 من 10%، اسفه، وكان ما بيتمش تغيير هذا الخطاب. فين احنا من 7%؟ ده سؤال. وكمان الحكومة كانت بتختار بشكل مستمر انها، لان هي محتاجة ده، انها تضخ النقود بشكل كبير، وده بيرفع برضو معدلات التضخم. فربما ارى سعر الفايدة ان هو بس كان بيتم رفعه كنوع من ضبط العلاقة بين سعر الصرف والماني سبلاي او المعروض النقدي، ليس اكثر يعني. شكرا. انا مش فاهمه قوي الجمله الاخيره بتاعتك، بس هفترض وصححيني انه كان سعر الفايده اداه لجذب المستثمرين الاجانب في الدين الحكومي مظبوط. اللي هو كانه بالجنيه، لكن فعليا لانهم اجانب وبيحولوا ارباحهم فبيكون بالدولار. مظبوط، هو كان أداة لجذبهم بما يضبط، بما يخفف شوية من وطأة زيادة مشكله المعروض سعر النقدي. الصرف هي علاج أيوه، لازمه سعر مشكلة سعر الصرف الصرف اكتر منها علاج للتضخم. للتضخم، لأنه أنا في حياتي يمكن يعني مستغربة، يمكن في يعني إن دولة تشك يعني كل المؤسسات بتاعتها تحارب سعر الصرف، وكأنه ما فيش سياسة اقتصادية أخرى غير إن إحنا سعر الصرف، يعني نريد أن نرى متغيرات أخرى في الاقتصاد غير سعر الصرف، ده هيكون أكثر صحة. شكرا. شكرا. اعتقد يعني بشكركم انتوا الثلاثة، واخر دقيقتين واسفة لمايا ان احنا اخرناكي في الكلام، حالا هننتقل ليكي بعد حوالي 6 دقايق في عجالة. السؤال الاخير لكل منكم التوصيات، مش هقول لكم تقولوا كل التوصيات اللي في الورقة، لكن اهم 3 4 توصيات فيما يتعلق بالاوراق الخاصة بيكم وفقا للفايندينجز. فابدأ بريم. التوصية الأولى هي إن دقيقتين إحنا معلش ضروري، يا ريم عشان نبقى عندنا وقت للأسئلة. تمام، حالا يعني سريعا هكون، إنه يكون أول حاجة إنه يكون هناك دراسة وافية للعلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وما يكونش في تسيد من السياسة النقدية على السياسة المالية، وأنا بشوف إن ده الوضع الحالي، وما يكونش في تسيد من السياسة المالية على السياسة النقدية، لكل واحد يؤدي دوره بشكل كبير، علشان من وجهة نظر الاقتصاد الأكثر عدالة أو الأكثر مكافحة للفقر. ده أول توصية. تاني توصية هي إن احنا نحاول أن نرى أدوار متعددة للبنك المركزي أكثر من ما يعلن، وهو مكافحة التضخم، ده دور مهم جدا، وما يتم الديفاكتو هو مكافحة ضبط سعر الصرف. فإن احنا نشوف أدوار أخرى للبنك المركزي بعيدا عن ده، وبعيدا عن إن احنا نشوفه دايما كأن هو في مورال هازارد، أو اللي هي الخطأ الخاص بإن أنا بشوف إنه مهما حملت على القطاع المصرفي فأنا ضامنة إن هو هينجو، لأن هو في ضبط للعلاقة بينه وبين الحكومة من خلال إن هو اللاعب الرئيسي في لعبة أذون الخزانة، خاصة من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، ولا بد من إعادة النظر في هذا النظام، لأن هو بيشكل، هو نظام غير يعني غير عادل وغير صحي للقطاع المصرفي، وبيشكل عبء على البنك المركزي كالندر اوف ذا لاست ريسورت، او اللي هو احنا بنشوفه دايما اللي هو المنقذ الأخير، فبيقيد دوره بشكل كبير، ان هو يلعب دوره حقيقي في رصانة وليس إنقاذ القطاع المصرفي. دي تاني توصية. لا يعرفون مفهوم المتعاملين الرئيسيين ممكن يرجعوا للورقة، اللي هو بيكون في مجموعة من البنوك ليها الحق في ان هي تنزل بشكل رئيسي في السوق، لو ان هي تشتري أذون الخزانة وتعيد طرحها، تعيد بيعها، التجارة فيها. دول أهم توصيتين. التوصية الثالثة انه إذا هنعمل سياسة تقشفية مالية هي لم تؤتي ثمرها، وانه نوسع التارجت بتاعنا من مفهوم استهداف العجز الاولي. استهداف العجز الاولي ده للفاينانشال سستينابيلتي او الفيسكال سستينابيلتي، للاستدامه الماليه، مش هدف اقتصاد، ده هدف تمويلي. فنوسع هذا اهداف السياسه الماليه بتاعتنا للتنميه بصوره اكبر. ما كانش مفيد لمصر انها دايما بتفاخر، ودايما الخطاب الخاص بالوزير الماليه ليس كشخص، وزير الماليه كمنصب، هو ان نجحنا في تحقيق فائض اولي، نجحنا. نعم، هو هدف جيد، ولكنه هدف تمويلي وليس هدف اقتصادي.
فنحسن الخطاب السياسي المالي في هذا الإطار. شكرا. شكرا يا ريم. تفضل يا محمد. أحيانا ممكن تكون يعني في نوعين من التوصيات على المدى القصير، إحنا محتاجين نعمل ميتيجيشن فعلا لتأثير تضخم الغذاء ده على الفقراء، وبالتالي محتاجين برامج بتستهدف يعني الحيلولة دون وصول تأثير التضخم ده بالشكل العنيف للفئات الأفقر. دي على بدايتها لازم يكون في زيادة الدعم الغذائي، لأنه وبالقيمة الحقيقية بأكثر من معدل التضخم، لأنه ده شيء مهم جدا. الدعم الغذائي في مصر رغم كل مشاكله ولسه في موجود فيه مشاكل متعلقة بالتسرب قليلة، لكن هو آلية مهمة جدا في مواجهة الجوع يعني، وده شيء يجب التفكير فيه بشكل سريع وعلى المدى القصير. محتاجين إصلاحات ضريبية، وأهم الإصلاحات الضريبية دي في رأيي غير تعديل الشرائح طبعا، وده شيء مهم جدا، إنه لازم يتم رفع حد الإعفاء الضريبي، لأنه حد الإعفاء الضريبي ده 60,000 هو أقل فعليا من الحد الأدنى للأجور في مصر اللي تم تعديله، وده شيء يعني عكس بديهيات العدالة الضريبية في أي مكان. محتاجين ندي مارجن شوية للفقراء للإنفاق أكتر على الغذاء في ظل الأزمة مع التضخم ده، بأننا ببساطة نتوقف عن رفع أسعار الخدمات العامة زي الكهرباء والمواصلات والغاز وغيرها، الأشياء المدعومة دي تأجلها لما بعد الأزمة يعني، قد يكون حتى خيار جيد إن احنا ما نرفعش في وقت تضخم الغذاء واصل فيه 70% و72%، نرفع كمان أسعار الخدمات العامة. على المدى الطويل احنا الحقيقة محتاجين نفكر بشكل مختلف تماما في السياسات الغذائية في مصر، محتاجين سياسة شاملة للغذاء مشتركة بين وزارة الصحة وبين وزارة الزراعة وبين فاضل لك نص دقيقة. وده بشكل ما أو بآخر لازم يصيغ مستهدفات السياسة الزراعية بناء على المستهدفات الغذائية للدولة يعني. جزء مهم جدا من اللي احنا لازم نفكر فيه ان احنا محتاجين نعيد تصميم سلة الدعم الغذائي في مصر. قد يبدو ده شيء كبير، لكن الحقيقة هو مش مستحيل ولا حاجة، ممكن نضيف أشياء مختلفة، ممكن نضيف خضروات، ممكن نضيف أغذية سهل تخزينها، ممكن نحسن جودة سلاسل التوريد للسلع دي، وبالتالي نبطل شوية الاعتماد على النشويات والكربوهيدرات اللي هي ببساطة الحكومة تدعمها لأنها رخيصة في الدعم مش أكتر. نمط الإنتاج وطبعا نمط الانتاج، لانه السياسه الغذائيه دي هتنطلق من سؤال احنا عايزين ننتج ايه ولمين يعني، فده شيء مهم جدا، انه في شكرا. النهايه التصدير الزراعي ما حققناش ما يمكن يعني احنا نقول عليه انجاز، وبالتالي محتاجين نعيد التفكير في النمط ده. شكرا. شكرا يوسف، إليك الحديث. معلش هطلب منك سريعا. والله أنا لو في دقيقتين يعني ممكن أقول بدايل، فهم هيبقى بديلين للحكومة وبديل لصندوق النقد. البديل لصندوق النقد هو تغيير استراتيجية شوية، يعني تحويل فكرة الفلورز أو حدود الإنفاق الاجتماعي إلى أهداف أو شروط ملزمة وقائمة على النتائج. يعني المهم هو تحويل الفكرة إنها تبقى ممولة من تدابير مباشرة تصاعدية، والهدف يكون منها إن أنا أعظم الحيز المالي، وليس إن أنا أعمل تخفيضات في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية الرئيسية. فده أول حاجة. والحاجة اللي بتخص الحكومة هو إنه يعني ارجع اقول ان الاستفاده من مشاركه القطاع الخاص في توفير الخدمات العامه الرئيسيه حاجه جيده جدا، بس هي مش مثاليه، وعندنا حتى في الراسماليات الكبرى يعني ما كانتش مثاليه. فهناك حاجه ماسه الى تعزيز قدرات القطاع العام وانفاذ معايير الجوده الاساسيه في التعليم العام والصحه العامه. وده كمان بينكلود الحاجه الثالثه بقى، اللي هي فاتوره الاجور العامه. يعني الحقيقة إن ده أمر لا غنى عنه، رفع الأجور بشكل حقيقي
وده عشان كده اقترحت يعني ان هو يعني يبقى في زياده سنويه قدرها نقطه واحده في حصه اجور القطاع العام كنسبه من الناتج المحلي، وهو بالمناسبه مش هيستحوذ على ايراداتك الضريبيه كدوله يعني زي ما بيحصل زي مقارنه بخدمه الدين يعني، بل بالعكس هيسمح بدوره بتعيين معلمين اضافيين وعاملين اضافيين في مجال الصحه العامه اللي بدورهم هيحسنوا جوده الخدمات المقدمه. شكرا جزيلا. طيب أخيرا وليس آخرا، دكتور مايا شويري، وهي خبيرة لبنانية حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد، وهي حاليا مستشارة أولى للمدير التنفيذي الممثل لمصر وغيرها من الدول العربية، اللي هو دكتور محمود محي الدين، عضو المجلس التنفيذي للصندوق، اللي هو الحقيقة بيمثلنا إحنا كدول أكتر منه بيمثل وجهة نظر الصندوق. وبالتالي دكتور مايا لا تمثل هنا الصندوق ولا تتحدث باسمه، لكن هي معانا اليوم لإثراء النقاش حول أفضل السياسات العامة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، وهي سبق لها العمل في البنك المركزي اللبناني وفي وزارة البترول والمياه في لبنان. تفضلي دكتور مايا، عندك من 10 ل 15 دقيقة، ويسعدنا جدا نسمع مداخلة حضرتك. صباح الخير، مساء الخير للجميع. سلمى، شكرا كثير على الانترودكشن. انا لو سمحتوا لي رح احكي بالانجليزي اليوم. So thank you so much for في ترجمة للي يحب متوفرة، لو حد يحب يلبس السماعات ويسمع الترجمة هتلاقوا في الشاتس الطريقة. So thank you so much for inviting me to participate today. It's an honor for me to be here. Salma, thank you for clarifying my role and responsibilities. I do not represent the IMF and cannot speak on its behalf. I am the senior advisor to the executive director representing Egypt and 11 other countries at the IMF executive board. And thus my responsibility is dual to the interest of the countries and to the policies of the IMF. First of all, let me start by congratulating the Arab Reform Initiative, the Global Campaign for the Right to Social Security, and the Women Justice Foundation on the timely and very important topics selected, as well as on the thought-provoking papers, very interesting papers. Please allow me to offer a few comments, perhaps first on the introduction and then on each of the chapters. In the introduction, Salma, I very much appreciated two aspects that you chose to focus on. The first one is the fact that the IMF has changed for the better in terms of focus on inclusion. And the second one is on the importance of building resilience in an economy. Let me say a few words on each. You are right that the IMF has changed. We can see it in the surveillance activity and in the lending activity. There's increased attention to the fact that inclusion is central to support sustained growth and to the IMF's mandate and its success in preserving macroeconomic and financial stability. You rightly refer in your introduction to the IMF board support to the new strategy for engagement on social spending of 2019. And there's a well-established literature that shows that the main channels through which inequalities and disparities affect negatively growth and macroeconomic stability. And the inclusion issues that we have seen the IMF focus on over the years and that are relevant to its mandate are inequality, gender disparities, financial inclusion, and social spending. And I was very happy to see all these mentioned in throughout the papers. Inclusion work in the IMF surveillance work. I want to talk a little bit about surveillance and then about programs which are relevant to us in Egypt. Inclusion work in the IMF surveillance work spans a variety of countries and topics. For example, we have seen work on farm subsidy reform in Malawi, labor market reforms and social services in Japan and Jordan, if you look at the latest program of Jordan, to facilitate female labor force participation. And we have seen financing inclusion and addressing regional disparities in Poland and in Nepal as well. Now, when it comes to programs of the IMF, we have seen inclusion and gender issues being mentioned. On quantitative conditionality, typically, and this is something that Youssef mentioned, we see a floor on social spending. And during the pandemic, we have seen
the issue of social issues very prominent in emergency financing. There's also qualitative conditionality, not only amounts and floors, that has been used to advance specific reforms. This is to your point, Yusuf, but I agree with you that more can be done on improving the quality of that social spending, not only the amount. In Madagascar, Mauritania, Ecuador, for example, I saw that conditionality was focused on strengthening social protection with minimum social spending accompanied by specific qualitative reforms. In Argentina, there were, if you look at the program, there were adjusters to accommodate increases in social spending, and we would move them away from the fiscal target. In Pakistan, for example, you see qualitative measures on enhancing financial and digital inclusion. So if we look at the engagement with Egypt, it also has benefited from the same increased attention to social spending to minimize the impact of the needed macroeconomic adjustment on the most vulnerable segments of the population. In practice, tackling inequalities and promoting inclusion requires both macroeconomic and microeconomic expertise. And this is why the fund has had to cooperate with other multilateral partners, notably the World Bank. And this is something that you rightly highlight in the introduction. I very much liked this aspect. In this regard, I would like to point to the importance of good data for decision making, particularly on the micro side. In the area of social policies, it's important to collect robust data in these areas, and this will facilitate the design of effective social policies. Let me turn to the second point that was striking in the introduction and that I very much liked. It's the importance of building resilience in an economy. This is essential to recover, to prepare the economy to recover from various shocks and disruptions, while also adapting to changing circumstances and preparing for the next shock. If you look at the engagement with Egypt, particularly the last program, it aims at enhancing resilience of the economy through four mutually supportive aspects. Monetary resilience, by moving to a flexible exchange rate regime and liberalized foreign exchange system, while temporarily tightening monetary policy, a point to Reem's point, but I will get back to that. Fiscal and debt sustainability resilience, by tightening fiscal policies while preserving essential investment spending and expanding social spending, not keeping it as it is, expanding it. Three, resilience of investment policies, by slowing down the implementation of public investment and strengthening the government's ability to manage its overall public investment. And four, and finally, resilience of the private sector. And this requires continued reforms to level the playing field between public and private institutions by enhancing competition and allowing a greater role for the private sector in the economy. As part of building resilience, I would like to focus on one point. It's the fact that building resilience requires strong institutions. And building institutions, in my view, is the most important aspect of engaging with the international organization. Strong institutions provide the anchor for good policies. And I would like to highlight transparency and accountability as being particularly important in this regard. One additional point for your consideration, perhaps to add to your introduction, is the war in Gaza and the disruptions in the Red Sea and the way they are adversely affecting Egypt, because this is yet another shock for us. If you allow me, I would like to turn to the Reem's chapter on captured interest and how to prevent the negative impacts of inflation and currency depreciation. There's a wealth of information and recommendations in the chapter. And I think that Egypt's monetary authorities will be the appropriate authorities to respond in detail on that. I would just like today to share a few thoughts on the basic principles that motivated monetary policy making and monetary policy design under the ongoing IMF-supported program for Egypt. You rightly note that in past years, the managed exchange rate has led to economic imbalances, unavailability of dollars,
rationing and the devaluation of the Egyptian pound. These devaluations have led to high inflation. And the Egypt monetary authorities thus decided to shift to a flexible exchange rate regime where the value of the Egyptian pound would be determined freely by market forces against other currencies. This means that the Egyptian pound could see a two-way movement. It can appreciate or depreciate smoothly in line with the Egyptian economic conditions and not other artificial conditions. Flexibility in the exchange rate is important because it strengthens the economy's resilience, a concept that we just spoke about in the introduction. It would help Egypt's domestic economy adjust more smoothly to external shocks. It would support Egypt businesses in selling their goods and services abroad, therefore improving their external competitiveness. It would increase investment confidence, and it would help preserve the foreign exchange reserves at the Central Bank of Egypt. Safeguarding macroeconomic stability and fighting inflation is essential to ensure the prosperity for all Egyptians, particularly the poorest and most vulnerable. Think of inflation as a hidden tax, because actually what it does, it reduces the purchasing power of your money over time. And this is why it affects the poorest and most vulnerable. In this regard, monetary policy under the program is focused on bringing down inflation and stemming the erosion in purchasing power that is disproportionately affecting poor and middle-class families. Given the significant impact of high inflation on the purchasing power of low and middle-income households, Egypt and the IMF decided to expand the budgeted support, the targeted budget support to vulnerable households. Therefore, they needed to protect the budget space for this support. And this was built into the program. You have seen that the Tagaful and Karama cash transfer program has been expanded to cover more than 5 million households. At the same time, and the cash amount was increased, but I'll come to this in the comments on the next chapter. Moreover, the Ministry of Finance announced a very large 180 billion Egyptian pound social protection package in early in this year, and this included an increase in the public sector minimum wage and specific support to teachers and healthcare workers, two important sectors that we spoke about today, and I appreciated the focus on health and education. Let me now turn to this chapter, Mohammed's chapter on hunger and food security in times of crisis and inflation, and what is the impact on poor on economic policy in Egypt. I was struck that by your comment that economic policies tend to focus on the short term. I would like to put it, however, in the context of repeated and successive external shocks that gave little room for maneuver and little space for long-term policy making. Let me share with you an intervention that minister, one of our neighbor ministries, one of my neighbor countries, Minister Al-Assas of Jordan, made at the spring meetings 2 years ago. That was in the context of a government talk on achieving fiscal discipline with social protection in uncertain times. And I think this context and this discussion still apply to us today. And this is what he says, and I thought it was interesting. He says, crisis management became a way of life, and it's good and bad at the same time. It is good because it meant that we have the ability to withstand the shock and respond in a way that protected the lives of our people. It is bad because it's very easy to fall into the firefight mode and to focus on short-term solutions rather than long-term fixes. But he also adds in the same intervention that the most vulnerable need to be protected at the worst time of the crisis. This is on the mind of policymakers and the IMF as they design economic policies together, particularly in the case of Egypt. How to achieve it is the key question. I agree with you that a combination of economic policies is essential to ensure food security that you refer to in the paper. It's essential. In this regard, considerable coordination and close work between the government of Egypt and the Central Bank of Egypt
led to a comprehensive reform agenda that I mentioned earlier and that is anchored in four mutually supportive pillars. They all help each other: the monetary resilience, fiscal and debt sustainability resilience, resilience of investment policies, and the resilience of the private sector. The government and the IMF also always agreed on the critical importance of strengthening social spending to protect the vulnerable groups. I will not go into the detail of how the social program was expanded, but I would like to focus on the fact that in addition to expanding the number of coverage to families, the average monthly payment has been increased by more than 40% since October 2023. And the focus in the social package that was announced in early this year, in February of this year, mainly targeted the poorer sections of the population, but also the two important health and education sectors. If you allow me, I would like to turn to the chapter, Youssef's chapter on health and education injustices and lessons from Egypt. The paper is a very good example of the need for multilateral institutions to collaborate closely to ensure success and the success of our programs with these institutions. I cannot agree more with you on the role, sorry, I reached my 15 minutes, I'll wrap up very quickly. I cannot agree more with you on the role of education and health, which are fundamental pillars of the country's prosperity. They work together to create a strong and productive population, and they foster economic growth and social progress in this regard. Our World Bank colleagues are available, and I'm sure that we can take up the discussion on the sectoral issues with them, which are very, very important for Egypt. Thank you again for the opportunity. And let me comment on the form. I very much like the fact that you allowed for a summary of 2 minutes after the large expose. I thought that was a very nice way to conclude each section. Thanks again. Thank you very much. Thank you very much for your input. Well, we reached this point. هتكلم بالعربي. عفوا. وصلنا لآخر فقرة النهاردة وهي فقرة الأسئلة. لغاية دلوقتي ما عندناش غير سؤال واحد. فهقراه وأعتقد إنه موجه لريم أكتر، بس لو يحب رمضان ويوسف يقولوا معانا أهلا وسهلا. وطبعا مايا بنقول هل يمكن القول الأول، هدعوكم إنه لو تحبوا أسئلة حطوها في المكان المخصص للأسئلة والأجوبة، هنقراها ونتفاعل معها بقدر ما يسمح الوقت. إحنا قدامنا حوالي ربع ساعة نقدر نتكلم فيها. هل يمكن القول بأن وصفة الصندوق لم تنجح في مصر لأن مصر لم تقم أبدا بالالتزام الكامل بالوصفة، وإنما كانت دوما تطبق سياسات منقوصة أو تبدأ فيها لحين استقبال شرائح الصندوق والأموال الساخنة ثم تتراجع؟ مثلا فيما يخص سعر الفايدة، لم ترفع أبدا السلطات النقدية برفعه بأكثر من معدل التضخم. لو ريم تحب تبدأ بالرد، أو لو مايا تحب تبدأ بالرد. مايا تحبي ترسبوندي؟ تفضلي ريم. شكرا. هو سؤال حلو جدا. انا مش قادره عندنا جراف بيورينا على التضخم، تقدري بالظبط. تعرضيه لنا يكون رائع. ممكن نعرضه يا حسين. لا، هو مصر رفعت سعر الفايده بمعدلات كبيره جدا، كانت بتوصل في اخر مره وصلت 6% مره واحده، ومع ذلك ما اثرش على التضخم. ممكن اللي قبل ده على طول يا حسين. ايوه، مش عايزه نكبر بس عشان الناس تشوفه. الفايدة على الإقراض هي الخط الطويل، في ايوه حين إنه العواميد هي التضخم هنا في 2022 وهنا في 2023. فإذا كان مظبوط. معدل التضخم متمشي في اللحظة دي مع مع سعر الفايدة، لكن سعر الفايدة زادت بما من غير ما ده يأثر على الارتفاع في سعر عفوا الارتفاع في التضخم. مظبوط مظبوط لكن يا كمان سلام. خلينا نقول انه بالذات فيما يتعلق بالسياسات النقدية، مصر بتلتزم تماما بالصندوق، يعني صحيح ما تتفق، وده اللي احنا قلنا انه
بنتكلم على التعويم اللي حصل في 2024 في شهر مارس الماضي على انه اخيرا مصر هتسمع كلام الصندوق، لكن ده غير صحيح. احنا على مدى ال3 سنين اللي فاتوا كان الصندوق بيقول اتفضلوا خفضوا سعر الفايدة، فبنخفض، قصدي عفوا، خفضوا قيمة العملة، فبنخفض قيمة العملة بال50% وبال27%، يعني بمعدلات كبيرة جدا. دي كانت رابع مرة في 2024 في خلال 2 سنين نخفض سعر الجنيه. فأنا اتفضلي، أنا آسفة إن أنا يعني لا خالص يا سلمى، أدافع. بالعكس. لا 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 اتفضلي. اطلاقا اطلاقا، لا لا خدي، يعني هي ورقه ان احنا الورقه فيها كتابه مشتركه، فيها ورقتك بالاساس كمان. لا هي زي ما قلتي بالظبط، والجراف ده بيبين ان تم رفع سعر الفايده بدرجه كبيره. بالعكس انا عايزه ارد على السؤال كمان من ناحيه تانيه، هو احنا لازم ننظر الى المنطلق الصحيح من الامور. لماذا يوصي الصندوق دائما بسياسه نقديه؟ وانا مش بقول ان ده غلط او صح، بقول لماذا، يعني لماذا يوصي دائما بسياسه نقديه تقشفيه او رفع سعر الفايده لكي يكافح التضخم، مع ان جميع الدراسات اللي اتعملت على الحاله المصريه اثبتت ان هو كوست دريفن انفليشن مش ديماند بول انفليشن، ليس مدفوعا بجانب الطلب. فرفع سعر الفايده مش متوقع ان هو يؤتي ثماره في رفع في الحد من سعر الفائده. ما فيش اي شيء مطلوب من الصندوق ما تنفذش في الحاله المصريه، بالعكس كانت بتنفذ ده بدقه، وكمان كانت بتجود، يعني ربما في بعض الاهداف مثلا العجز الاولي كانت بيبقى اكبر وباستمراريه اكبر من اللي بيطلبه الصندوق. فانا مش شايفه ان في تعارض بين الصندوق وبين مصر. هو اللي يمكن كان بيقوله الصندوق وكان بيتكلم فيه وما كانش بيتم فيه الشغل بشكل جامد، هو بالعكس يمكن عشان كانش بياخد اولويه في ان هو كويك وين عشان نحل الازمه، هو الانفاق على الجانب الاجتماعي. إن كان بيشير ليه الصندوق في برامجه فما زال، ويمكن ده برضو جميل ما أشارته الدكتورة مايا فيه، هو إنه مكان المبالغ 5 مليون أسرة عدد قليل، والمبلغ اللي بياخدوه زهيد جدا، ما بيزيدش عن 400 ل 600 جنيه في للأسرة، ده شيء أقل كثيرا كثيرا من حدود الفقر. فهو مش مؤثر مش قادر اشوف برنامج تكافل وكرامه على ان هو المثال لحل المشكله، ومش قادر اشوف الانفاق المحدود على بعض التامين الصحه ان هو حل المشكله. نحن نحتاج الى نظام تامين صحي شامل وعادل، وده هيحتاج الى بناء مستشفيات، وهيحتاج الى انفاق استثماري. كمان في واحده من اهم الدراسات الخاصه مثلا بدراسه وود هاوس، في دراسه رائعه، وفي تقرير البنك الدولي نفسه 2004، لماذا لم يعمل الانفاق لصالح الفقراء؟ هو بيتساءل، الانفاق العام اتعمل ونفذنا كل سياسات البنك الدولي وما اشتغلش لصالح الفقراء ليه؟ هو علشان الاوبريشناليزيشن لصالح الفقراء، انه علشان اعمل مثلا معاش مشروط بالدخول للمدرسه لازم يبقى في عندي مدرسه، لازم يبقى في عندي مدرس بياخد مرتب كويس، فما كانش كل شيء متكامل عشان يعمل برنامج صحيح. وده طبعا لان مدفوعات الفوائد ومدفوعات الدعم اللي سوري الفوائد بشكل رئيسي اصبحت، يعني هي بتاخد الشكل الاقساط والفوائد هي بتاخد الجانب الاكبر من الانفاق العام. شكرا. شكرا يا ريم. يمكن بس ممكن أضيف إنه الصندوق بيركز جدا على تحرير سعر الصرف من غير ما يشتغل مع الحكومة على إزاي أعالج العجز في ميزان المدفوعات. ف يعني وده الورقة بتحاول تعمله شوية، اللي هو تحليل ليه بيجي ضغط على العملة الوطنية، ليه في أزمة في سعر الصرف، ليه في أزمة في سعر الدولار أو في إتاحة الدولار. جانب الحين انه الجانبين العرض والطلب فيهم خلل محتاجة الحكومة تتعامل معاه، وإلا هنواجه طول الوقت باستمرار بأزمات سعر صرف. فسعر الصرف هو مؤشر عن توفر العملة، لكن ما هو علاجه ما هوش علاج لأزمة سعر الصرف. أزمة سعر الصرف تيجي بالعمل على زيادة العرض من الدولارات ونقص الطلب على الدولارات، وده موجود بشكل مفصل في الورق. طيب، ما عندناش أسئلة كثيرة، فهسيب 2 دقيقة لمحمد ويوسف، ولو مايا كمان تحب تختم يكون رائع. اتفضلي، أبدأ بيكي وبعدين، ولا تسمعي كله وبعدين تردي. استني مثل ما بتريدوا، اوكي اوكي تمام. بسمع الجميع. اوكي، اتفضل يوسف، اتفضلي محمد.
أنا حقيقة هو يعني أنا ممكن أكون متفهم السؤال شوية، لأن هو في فعلا ديسباريتي مهمة بين برنامج الصندوق وبين ما تفعله الحكومة في مصر. يعني أنا تقديري إنه الصندوق فعلا هو غير قادر على فرض الإصلاحات الهيكلية الأعمق في الاقتصاد. يعني let's say إنه هو يعني تفسير الأزمة في مصر بشكل بسيط جدا ممكن كمان مختزل، انه احنا عندنا عجز مزمن في ميزان المدفوعات لاننا بنستورد اكتر ما بنصدر، وبالتالي الحل البديهي موضوع اللي هو عايزين نصدر اكتر ما نستورد، ولكن الحقيقه ان هو مش بالسهوله ده، ومش بسهوله انه تدخلات الصندوق تقدر تعمله الصراحه، لانه ده بيرتبط باصلاحات اكثر هيكليه في الاقتصاد، يعني مرتبطه بهيكل الانتاج، مرتبطه بسوق العمل نفسه، مرتبطه بطبيعه المؤسسات، مرتبطه حتى بالانوفيشن اللي موجود في الاقتصاد بشكل ما او باخر، وقدره الشركات المصريه دي على المنافسه عالميا. انا في تقديري الشخصي انه مش بس تخفيض سعر الصرف هو اللي هيقدر يخلي فيه تنافسيه للصادرات المصريه، ده شيء لم يثبت صحته في طوال العقود الماضيه يعني. وببساطه شديده لانه احنا حسب الصندوق وحسب الدراسات المختلفة، يعني المفروض كل 10% تخفيض في قيمة العملة ينتج زيادة من 1 لـ1.5% من نسبة الصادرات من الناتج المحلي. الحقيقة إنه ده ما حصلش في مصر، يعني بالمنطق ده احنا المفروض كنا دلوقتي نشوف نسبة صادرات من الناتج المحلي من 25 لـ28%، يعني ده لسه يعني ده احنا أقل من التارجت ده بتقريبا 12% دلوقتي. فالحقيقة إنه أنا فاهم السؤال من المنطق ده، لكن السؤال كمان فيه لوم كبير على الصندوق في تحفيزه في وقت الأزمة لـ open capital account. يعني في تقديري الشخصي برضو ده ممكن يكون خاطئ، إنه الصندوق كان محتاج ينصح الحكومة بإن هي تقلل الاعتماد على الهوت ماني في أوقات مختلفة وبأشكال مختلفة، وده شيء شديد الأهمية، وكان يمكن على فكرة فعله بدون حتى التوقف عن رفع سعر الفائدة. يعني كان ممكن ترفع سعر الفائدة ولكن تعمل كاب على مشتريات الأجانب من الهوب ماي، لأنه في حالة تخرجهم بسبب الشورت ترميزم اللي مرتبطة بالنوع ده من الاستثمار بتنتج ضغوط أكبر من اللي يقدر اقتصاد زي الاقتصاد المصري مش قادر يولد عملة صعبة من موارد مستدامة زي الصادرات إنه يتحملها، وبالتالي بتقود لتخفيضات اكبر، وحرفيا بيبقى سبايرال ديفالويشن تقريبا احنا عايشين فيه من 2016 لحد النهارده. يعني باستثناء الفتره 18 19 احنا تقريبا كان في ضغوط كبيره دايما على العمله، الحكومه تاخرت في اوقات في التخفيض، خفضت بدري في اوقات ما يعني، فبس في النهايه كان في ضغوط مستمره على تحت الدولار وعلى الافيلابيلتي بتاعت الدولار بحكم ببساطه شديده بحكم انه ان احنا عندنا شورت تيرم بيمنتس كبيره جدا. وده سؤال مهم جدا للصندوق نفسه. شكرا شكرا يا محمد. قبل ما اديلك الكلمة يا يوسف، في سؤال تاني جالنا عن برنامج الخصخصة كجزء من الوصفة. اعتقد ان الجزء ده مسكوت عنه فيما يتعلق بالحجم الضخم للغاية للأصول المستهدفة والغياب والنقاش الاجتماعي الأمين عن المنطق وراء البرنامج. ملحوظ جدا كذلك انه الأصول الكثير من الأصول المستهدفة مدرة للعملة الأجنبية. مهم كمان نسأل كما أدعو السياق غير الشفاف لعمليات البيع في ظل غياب الرقابة. والتعليق التاني عندي على كلام دكتورة مايا عن منطق الأزمات الخارجية المتكررة أو الصدمات، لأنه منطق بيتجاهل طبيعة النظام الرأسمالي العالمي اللي بتعد فيه الأزمات هي القاعدة. بمعنى آخر، الأزمات مش أمر استثنائي. آخر تعليق مرتبط ببحث الدخل والإنفاق اللي بيتجاهله صندوق النقد الدولي ضمن اشتراطات الشفافية، قصدي التجاهل قائم على طبيعة التقرير كتقرير يرتبط بالفقر والجانب الاجتماعي. السؤال الأخير الموجه ده، يعني دي كانت أكتر تعليقات منها أسئلة، ومع الأسف الخصخصة مش جزء من الورقة بتاعتنا. نصائح الصندوق لمصر قائمة على الخصخصة، وفي حالة مصر الخصخصة في ظل أزمة اقتصادية سيؤدي إلى خفض تقييم قيمة وتقييم شركات الدولة، وبالتالي فإن البيع ليس أفضل حل. هل يمكن اعتبار أن الدعم التكنولوجي والدعم الهيكلي والمؤسسي هو أفضل حل يقدمه الصندوق ومتابعته بالنسبة لحالة مصر، مثل الإصلاح المالي والزراعي والتعليمي بالإضافة إلى تشجيع بيئة العمل لصغار المستثمرين؟ أعتقد أن الأسئلة موجهة أكتر لمايا، بالتالي حدلها الفلور معلش قبل يوسف.
الحقيقة حاجتين هقدر أقولهم من اللي أنا فهمته من الأسئلة. أول حاجة، الاستثمار دايما بنشجع بيئة الاستثمار خاص، بنتكلم على الشركات الكبرى لكن ما بنتكلمش على الشركات الصغرى. تاني حاجة، الرقابة والحوكمة بتاعة عملية الخصخصة. زمان كان بيكون في كده توافق ما بين البنك والصندوق، إنه الصندوق يقول بيعوا والبنك يتولى التفاصيل، لكن الصندوق حاليا مركز على الاكاونتبيليتي بتاعت المال العام في البرنامج الجديد. فايه هي التدابير اذا كان في المتعلقه بالخصخصه اللي تمنع؟ والسؤال الحقيقه من السؤال الاول اللي هو فكره انه اذا انا هخصخص المنشات او الكيانات اللي فيها بتدر عائد بالدولار، فده معناه اثره السلبي على استقرار سوق الصرف هنا يكون in question، ونحب نسمع رايك. شكرا. شكرا سلمى. انا اذا سمحتي رح جاوب على كل الاسئله اللي كانت قبل كمان. اول نقطه بحب اقول انه التمسك والاستمرار بالسياسات الاصلاحيه هو مفيد جدا لاي اقتصاد. هاي الكونتينيوتي هي اللي بتادينا على بوزيتيف ريزلتس. هلا من شان النقاط الاخرى مثلا على الانفليشن، let me turn to English. الانفليشن we are starting to see an improvement in inflation and hopefully time will tell whether our policies are being effective or not. If you look at the March numbers, for example, they fell to 33.3 compared to 35.7. Let's hope we continue to see this positive trend. Liberalizing the exchange rate will help to improve the competitiveness of the economy. And having an exchange rate that reflects our fundamentals will hopefully provide an incentive for our exports to do better. And hopefully we will see this. I want to assure you that everybody is looking carefully, the authorities and the IMF, at capital flows and the potential for them not to harm the economy as may have happened elsewhere and in the past. I agree with the comment that shocks are repeated. I meant to say that they were just very large in the past years, starting with COVID, the war in Ukraine, the huge inflation pressures and the cost of borrowing for us and for other emerging market countries, and then the war in Gaza. It's just that they were very large shocks succeeding each other. And on the small investment, I would like to say that the objective of leveling the playing field for the private and public sector, this is exactly what will encourage any size of investment. It doesn't have to be very large. On the contrary, the small investments and the SMEs work are those that create jobs in the economy. This is what we care about. And in terms of the privatization program, I want to bring to your attention the fact that the government is working with the relying on the IFC, which is the private branch of the World Bank, and it's providing advisory services on the prioritization of the privatization programs and projects and the way they impact the economy. So there's very, very close coordination with the best knowledge available and the best practices available on the market. Thank you so much. طيب شكرا يوسف ليك الكلمة الأخيرة قبل ما نقول باي باي في دقيقتين، تحب تعلق أو ايوه، تضيف أو تتكلم؟ بعد الكلام كله خلاص، يعني تقريبا الكلام جاوب على كل حاجه. بس يعني ويمكن كلامي مش هيجاوب على السؤال، ما اعرفش لو هيجاوب على السؤال الاولاني، ولكن يعني حاجه ممكن اقولها في الاخر، انه واعيد بعد كده على حاجه قالتها دكتور مايا وبعد كده قالتها ريم. الفكره انا بشوف ان الورطه مشتركه، يعني الحقيقه لو الدول محتاجه بيل اوت فالاي ام اف كمان محتاج بيل اوت. وده حتى يعني البيانات ممكن تحاول تقوله، يعني انه في كل ده حتى الموضوع بتاع الورقه، يعني انه في كل مليار دولار مثلا الاي ام اف شجع ان الحكومات تصرفها على الخدمات العامه، الاي ام اف طلب قدامها 4 اضعاف المبلغ ده علشان توفي الحكومات سداد ديونها. فده ادى ان في بلاد كتير ما قدرتش اصلا ان هي تعمل توفي هذه الحدود، يعني اللي هي الفلورز، يعني او عملتها بهامش 10% بس، ده كانت الحاله بتاعت كينيا. وده يعني الى حد كبير بسبب حاجه البلدان دي ان هي تسكيور الفاندز، وعاده من خلال الكاتس اللي بتعملها في الموازنه علشان تقدر ان هي
تتجنب انقطاع يعني صرف شرائح القروض من صندوق النقد. فلهذا بشوف يعني ان هو الحلقه المفرغه للاسف هي مشتركه بين الطرفين. الحاجه بس الاخيره بخصوص تكافل وكرامه، لما بما ان تم ذكره، يعني هي الحقيقه المشكله ان الدوله او الحكومه بتعيد نفس خطا الصندوق، ان هو الاعتماد على فكره احنا نخفف الحمل على الفقير. المشكله اللي ممكن حتى لو كان في تاثير ايجابي للكاش اسيستنس يعني والان كايند ريميتنسز، دي للاسف بتبقى جزئيه، بتتحول الى جزئيه في الاخر بسبب تاثير التضخم يعني. وللاسف ان هي بتبقى غير قادره ان هي تنقل الاسر الفقيره الى خارج الفقر يعني. فهي المشكله ان هي حتى لو الكفرج بيزيد، المشكله انه هي ما زال تاثيرها جزئي. ويمكن ده بسبب برضو ان تكافل وكرامه له تركيز تحديد على الفقر المدقع، فبالتالي هو صعب قوي ان هو ينقل من الفقر المدقع لاعلى، من يخرجه من الفقر اصلا. ولهذا يعني قلت في الاخر خالص برضو في الورقه، انه حتى وإن كنا بنتكلم في زيادات في الكاش ترانسفيرز أو الأجور، كل ده لازم يكون مصحوب بأوتوماتيك اندكسيشن مع التضخم، عشان نحاول يعني إن إحنا تدريجيا الموضوع التأثير الإيجابي ما يتأكلش، ما يحصلوش تآكل مع التضخم. شكرا جزيلا، وبشكركم كلكم، بشكر كل الحضور اللي استحملونا رغم ان احنا طولنا عن الموعد المحدد، بشكر كل المتداخلين الباحثين، وبشكر دكتور مايا، وميرسي آري على تنظيم اللقاء. اتمنى تكونوا اتبسطتم، وشكرا جزيلا، وسلام. شكرا.